ونبدأ مع فريق الأهلي اللي حقق الفوز على ميديوما الغاني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وبالفوز ده رفع الأهلي رصيده لتسع نقط في صدارة المجموعة الرابعة، ووقف رصيد ميديوما عند أربع نقط في المركز الرابع. وفريق نادي بيراميدز اختتم تدريباته في الكونغو ده استعدادا لمواجهه مازيمبي في اطار مباريات دوري ابطال افريقيا. كمان اشتملت التدريبات على وحدات بدنيه وخططيه وتدريبات تخصصيه لبعض اللاعبين والتركيز على الكرات العريضه، وظهرت كمان على اللاعبين حماس كبير للمشاركه في اللقاء. الثنائي احمد ادهم حاتم عفوا وضحى هاني لاعبين المنتخب الوطني للريشه الطايره نجحوا في الصعود لنهائي بطوله اوغندا في وتاهل الثنائي الفراعنه في منافسات الزوجي المختلط بعد فوزهم على الزوجي الاوغندي بنتيجه 2-0. المنتخب المصري لرجال كرة السلة فاز على منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 76-61 في أولى مباريات منافسات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة أفريقيا 2025، واللي بتستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 23 ولحد 25 فبراير الجاري. كمان عبد الرحمن طلبة لاعب منتخب مصر للسلاح الشيش تأهل للدور ال 64 الرئيسي في بطولة كأس العالم والمقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وده خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري. الاتحاد المصري للكيك بوكسنج أعلن إقامة بطولتي العالم وكأس العالم للشوت بوكس بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 24 ولحد 25 فبراير الجاري بمشاركة 90 لاعب ولاعبة من 10 دول. ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن غياب الدنماركي هويلاند مهاجم الفريق عن المباريات لفترة تمتد من أسبوعين لثلاث أسابيع، وده بسبب الإصابة. وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيان أعلن إن مهاجمه الدنماركي بيعاني من إصابة عضلية. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لمحمد وباسنت نكمل معهم فقرتنا. شكرا لك لميا.